العبسي مات مسموما، والشكوك التي راودت الجميع حول أسباب وفاته الغامضة صارت حقيقة. وبحسب لجنة متابعة القضية، فقد خلصت نتيجة الفحص المخبري وتقرير الطبيب الشرعي إلى أن وفاة الصحفي محمد عبد العبسي كانت بسبب التسمم والاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، حيث وجدت مادة الكربوكسي هيموغلوبين في الدم بنسبة بلغت 65%، والتي تعتبر قاتلة كما جاء في التقرير. وهنا تنحو قضية مقتل العبسي التي شغلت الرأي العام طوال الأسابيع الماضية باتجاه آخر، البحث عن القاتل الذي تبدو بصماته واضحة. المدن تديرها وتحكمها ميليشيات مسلحة، إذا استطاعت الحكومة استعادة وظائف الدولة بشكل مباشر شغل العبسي خلال عمله الصحفي بكشف قضايا الفساد، ومثلت تحقيقاته في هذا الجانب مادة رئيسة في مواجهة إمبراطوريات الفساد في البلد. في أيامه الأخيرة تشير مراسلات الصحفي العبسي والقليل من كتاباته إلى أنه كان بصدد الكشف عن قضايا فساد ضخمة تورطت فيها قيادات في ميليشيا الحوثي، كما تشير تلك المراسلات إلى مخاوفه من التعرض للاعتداء من قبل الميليشيا، وهو ما جعل الرأي العام يوجه أصابع الاتهام نحو سلطات الميليشيا في صنعاء بوصفها المتهم الرئيس في عملية قتل الصحفي الأشهر في الصحافة الاستقصائية. بيان أسرة الصحفي محمد عبد العبسي ولجنة المتابعة دعا النيابة العامة إلى البدء بتحقيق شفاف حول ملابسات الوفاة بما يكفل معرفة كافة الأسباب والظروف المحيطة بها، إلا أن الواقع يشير لأن النيابة الخاضعة لسيطرة الميليشيا والمتورطة معها في عدد من الانتهاكات لن تكون سوى وسيلة أخرى لقتل الصحفي العبسي وتقييد القضية ضد مجهول أو ضد غاز أو الأكسيد الكربون.